العرض اللي حرفيا ما يتفوتش. تقريبا الناس سمعني بره، اوطي صوتي شوية. تخيل معايا كده ان انا جيت قلت لك ان التليفون ده سعره الحقيقي 20,000 جنيه، بس عليه عرض 90% لمدة 6 ساعات بس، يعني بدل 20,000 سعره بقى 2,000 جنيه، هتشتري ولا لا؟ الناس هنا هتنقسم الى قسمين. القسم الاول معاه فلوس اصلا فهيطلع 2,000 جنيه ويشتري التليفون وقتي، صفقة رابحة جدا، 2,000 بدل 20,000 يا بلاش، ده رقم واحد. القسم الثاني هيبقى نفسه في التليفون جدا والعرض مغري جدا جدا جدا، بس ما معوش فلوس، فهيروح يتصرف في اي فلوس من اي حد علشان يشتري التليفون ابو 20,000 ب 2,000 جنيه بس، وهتلحق يا ما تلحقش. العرض اللي احنا قلناه من شويه دوت من كتر ما هو مغري ومن كتر ما هو عرض مجنون، تمام، ممكن ما تلاقيش اي تاجر من التجار اللي بيشتغلوا في التليفونات يعمله اصلا، تمام. لذلك مفيش حد هيفوت عرض زي ده لو اتعمل. شفت العرض اللي انا كلمتك عنه ده؟ اركنه على جنب، لان انت في عالم البشر وفي التعامل مع البشر مش هتلاقيه، وخدها من اخوك وريح نفسك، مش هتلاقيه، مفيش حد هيرضى لنفسه الخسارة. انما العرض اللي انا جايبه لك النهاردة ده بقى مش من اي تاجر، ده من رب العالمين سبحانه وتعالى، عرض ولا في الاحلام، عرض ما يتفوتش، عرض 99% ممكن زيادة كمان مش اقل، عرض صيام 6 ايام وتاخد اجر 365 يوم سنة كاملة. هل في عقل في الدنيا او منطق في الدنيا يقدر يرفض العرض دوت؟ استحالة استحالة. الناس قدام العرض بتاع ربنا دوت اللي هو صيام 6 ايام وتاخد اجر سنة كاملة صيام هينقسموا الى قسمين. القسم الاولاني اللي مليان عزيمة ولسه خارج اصلا من رمضان، فهيقول لك يلا بينا انا لسه في نشاطي، هات ال6 ايام وضربهم ضربة معلم من بعد اول يوم العيد على طول، تاني يوم العيد وتالت يوم العيد، وعد كمان 4 ايام، 6 ايام في اول الشهر وخلصت. النوع التاني او الصنف التاني من الناس اللي هو هيقول لك ايه ده، انا لسه معايا الشهر كامل، فهصوم يوم ويوم لا، هصوم يوم واربعة لا، هصوم يومين في الاسبوع على مدار ال3 اسابيع الباقيين في الشهر، وكده يبقى جبت ال6 ايام. دول النوعين من الناس مالهمش تالت، ما ينفعش يكون ليهم تالت. اوعى تكون النوع التالت اللي الشيطان هيلعب عليه لعبته اللي بيلعبها كل سنة ويقول لك نام فان عليك ايام طوال. استنى حبيبي، ده لسه الشهر 30 يوم، افرح كده بالعيد وزقطت وكل القطايف والكحك بتاع العيد والبوتيفور والغريبة استنى، انت هتتعب نفسك ليه دلوقتي؟ معدتك صايمة وتعبانة طول الشهر، انا ادرى منك بيها، اتقل كده ولسه معانا شهر كامل. اوعى اوعى تكون من النوع اللي الشيطان بيلعب عليه كل سنة دوت، نام فان عليك ايام طوال، لسه بدري يا حبيبي، لسه شهر كامل، واسبوع يجيب اسبوع يجيب ثالث اسبوع، تلاقي نفسك يوم 25 ما قدامكش الا 5 ايام بس، فتعمل ايه؟ هو الشيطان يفكرك برضه، اوبا 5 ايام، طب انا هصومهم ومش هستفاد. بقول لك ايه، نعوض في الفاينل، قصدي نعوض في السنه الجايه ان شاء الله، وسنه تجيب سنه وسنه تجيب سنه، وتلاقي نفسك عديت 30 40 سنه حرفيا، الرقم مش كبير، عديت 30 40 سنه وانت عمرك ما صمت ال6 ايام من شوال. وبرضه هقولها زي ما بقولها في اي فيديو بعمله، الكلام ده مش بتاعي، الكلام ده مش من عندي، انا واحد بنقل لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه ووصاك بايه، والله سبحانه وتعالى وصاك بايه، وايه اللي بيحبه ويرضاه، ونبدا نعمله انا وانت، ونعين بعض على طاعه. يا اخي ده اهل الفسق والفجور بيعينوا بعض يا اخي، وبيأزروا بعض وبيقفوا جنب بعض، انما احنا الصح يا اخي واحنا اللي ماشيين في طريق ربنا سبحانه وتعالى ما نعينش بعض، والله عيبه في حقنا. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. من الاخر العرض بتاع ال6 ايام من شوال دوت ممكن نحطه بين قوسين كده ونقول عرض يا تلحق يا ما تلحقش، اجر الصيام سنة كاملة، انت في حاجة ليه وانا في حاجة ليه، لازم نغتنم الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدهلنا دي. وزي ما قلت لك في الفيديو بتاع امبارح، الفرصة بتيجي يا صديقي للي بيكون جاهز ليها، وانت لسه خارج من رمضان وقلبك وجسمك قادر على الصيام وجاهز بنسبة 100% ان انت تصوم ده 6 ايام بس، يلا شد حيلك، اوعى اوعى تفوت الفرصة دي منك.
حبيبي اوعى تنسى وردك اليومي من القران، اوعى تنسى صيام اثنين وخميس من كل اسبوع اقتداء بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعه واحده بس قبل ما تنام. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. استنى، اوعى اجي الاسبوع اللي جاي وتقول لي ما صمتش. السلام عليكم.